فين يوم؟ وبعدين بقى مشان قلت لك يا حبيبتي ان احنا هنروح نقعد في شقه صغيره كده حلوه قوي وفيها فراندا لطيفه تقدري تشوفي منها مصر كلها. ونسيب بيتنا هنا احسن. لا يا حبيبتي احنا هنقعد هناك شويه وبعدين هنرجع هنا تاني. يلا سعيد انت جيت؟ امال مشيت؟ انت ايه اللي نايمك هنا؟ اتاخرت عليا خفت انام جوه. معلش يا حبيبتي انا اسف. عرفت تقابله؟ ابدا سبت له خبر مع ناس ويا رب بقى يوصلوا له. شكلك تعبان كده ليه؟ ما كنتش عارف ان سكة الصح دي مليانة مشاكل. معلش يا حبيب قلبي من السهل ان الواحد يقع في الغلط بس من الصعب انه يصلحه. اكلت؟ لا ماليش نفس. انت اكلتي؟ لا كنت مستنياك. ليه بس كده؟ ليه كده داليا؟ انت هتخشي تغسلي وشك وانا هعمل لك لقمة كده بسرعة واحضرها لك. لا مش هاكل من غيرك. يا داليا عشان خاطري من فضلك كلي كلي انت مالكيش دعوة انا ماليش نفس. قلت لك لا يا تاكل معايا اما مش هاكل. خلاص هاكل معاكي. خش اغسلي وشك وتعالي انا وانت في المطبخ نعمل لقمه ناكلها. ده بيحلم ده بعيد عن عينيه. انا اسيب له بنتي داليا ده يبقى اخر يوم في عمري. ما دام بيحبوا بعض سيبهم يجربوا. هو انا حاسه ان هو مش بيكذب. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت نسيتي عمل فيكي ايه وباسم الحب برضه؟ انا اللي كنت غلطانه ما كنتش شايفه الحقيقه صح.
اهو داليا بنتي في الموقف ده بالظبط غلطانه ومش شايفه الحقيقه صح، وبعد ما يتملك منها هيساوم عليها ويطلب اللي هو عايزه. انا شفت واحد تاني، واحد مكسور، واحد خايف لا يخسر داليا، وانا مستعد اخسر كل حاجه الا داليا بنتي. فهمي كده كويس لو جالك او كلامك، فاهمه؟ وقولي له الاوراق اللي معاه دي يعمل بيها اللي هو عايزه، وديها البوليس وديها النيابه زي ما هو عايز، لكن داليا بنتي انا مش هسيبها له حتى لو اضطر الامر ان اقتله، فاهمه؟ قولي له كده، فهمي كويس، هقتله. حاضر حاضر يا شريف. طب اهدى عشان خاطري والنبي. هم عايشين فين؟ ما اعرفش. قولي لي عايشين فين. ما قالش. اماني رد. عايشين فين يا اماني؟ ما قالش. اماني ارجوكي ارجوكي دليني يا اماني هم عايشين فين. هتجنن يا اماني. انا مساعد اديك اللي انت عايزاه، انا مساعد اكتب لك نص ثروتي. انا مش عايزه حاجه يا شريف، انا كل اللي عايزاه ان بنتك تعيش مبسوطه وبس، وكان نفسي تديها فرصه تجرب، يمكن تتغير وتعيش معاها حياه سعيده. انا اديها فرصه تجرب مع مين؟ مع واد زي ده؟ مع واد مجرم رد سجون؟ انت كننتي. خلاص خلاص، انت ادرى مصلحتها يا اخويا، انت ادرى. الحمد لله، اليومين اللي فاتوا كانوا صعبين عليها قوي. فكرة انها مش هتشوف يوسف تاني تعبها. تعبانة كلنا، بس هنعمل ايه؟ انا نازل، ما تقوليش بقى اي حاجة قبل ما انزل. متشكرة قوي حسن، انا مش عارفة اقول لك ايه. عمينتك ما تقولي اي حاجة، ده انا بحاول ارد جزء من جمال الاستاذ عليا، وده كمان وعد خدت على نفسي. يا رب اقدر اوفيه. هعدي على حضرتك ان شاء الله بكرة الصبح، اشوفك لو كنت عايزة اي حاجة. ان شاء الله. صباح على خير. وانت من قبل. امير قومي نامي، انت تعبتي قوي النهاردة. انا مش هيجيني نوم. أم أمل، أنا نفسي أسألك سؤال، ممكن؟ اتفضلي حبيبتي. أنتي ليه كنتي بتشجع يوسف إن هو يتجوزني رغم إنك قصدي لو ربنا كان مد في عمره كان ممكن يتجوزني، كان موقفك هيبقى ايه ساعتها؟ كنت هبقى اسعد انسانه في الدنيا، على الاقل كنت هرد جزء صغير من جميله عليا. يوسف اتحرم من حاجات كتيره قوي في حياته بسبب مرضه وبسببي. انا كنت مستعده اعمل اي حاجه مقابل لحظة سعادة في حياته أو ضحكة اسمعها من قلبه. انت فعلا ست عظيمة. عايزاكوا تعرفوا ان انا دلوقتي المسؤول عن الشركة، وان الاستاذ سيد ما بقاش لي اي صفة رسمية دلوقتي في الشركة. اللي عاجبه الكلام ده اهلا وسهلا بيه، واللي مش عاجبه يقدر يمشي. ممكن اجيب 1000 واحد يمسك مكانه. اظن ان كلامي واضح ومفهوم. اي قرار هيتاخد مني بعد كده انا شخصيا، والورق كله هيتعرض على الانسة هند زي زمان، وهي عارفة هتعمل ايه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. عايزه اقول لكم كمان ان الاستاذ سيد خرج من الشركه هنا وموقفه سيء للغايه، فياريت اي حد فيكم يعرف مكانه يقول لنا عليه عشان نقدر نصفي الخلافات اللي بيننا وبينه. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. تقدروا وتتفضلوا دلوقتي على مكاتبكم. في حاجة؟ إيهاب يا فندم،
إيهاب الخشاب. في حاجة يا أستاذ إيهاب؟ يا فندم أنا كنت عايز أقول لحضرتك إنك تقدري تعتمدي عليا في أي حاجة وأي طلب تطلبيه أنا تحت أمر حضرتك. بس أنا ما عنديش أي طلبات، كل طلباتي إن الشركة تمشي كويس. يا فندم أنا كنت عايز فرصة أثبت لحضرتك إن في محل ثقة حضرتك، وكمان كنت عايز أقول لحضرتك إن أنا متعين هنا جديد ومحتاج للشغل ضروري. بقالك قد إيه بتشتغل معانا يا إيهاب؟ أقل من شهر. مين اللي عينك؟ الأستاذ سيد يا فندم. تعرفه منين؟ عن طريق جوز أختي. مين جوز أختك؟ مدير البنك اللي الشركة بتتعامل معاه. طب ممكن تروح مكتبك دلوقتي وانا لو عوزت اي حاجة منك هطلبك. تحت امر حضرتك يا فندم. قلت يا ست صفية. وانا مش هلاقي احسن منك يا حسن، وكفاية انك بقيت على العيش والملح اللي بيننا وفكرت فينا تاني. يعني حضرتك موافقة؟ ان شاء الله تعدي عليا بكرة تاخد مفاتيح الورشة وتفتحها زي ايام المرحوم، ورزقك ورزقنا على الله. كتر الف خيرك يا بنت الاصول، وربنا يقدرني يا رب على رد الجميل ده. استأذن انا. ما تستنى يا حسن تاكل معانا لقمة، زمان ابو محمد جاي هيفرح قوي لما يشوفك. الايام جاية كتير ويجعله مفتوح وعامر بحسكم ان شاء الله. استأذن انا. مع الف سلامة يا حسن. انا اسف يا رشدي، مش هقدر اسيب فيلم المرحوم يوسف وابدأ في فيلمك الجديد. وخلاص الفيلم وقف، وزي ما سمعت ما عندهمش فلوس يكملوا، هتقعد تستناهم بقى ولا ايه؟ يا رشدي انا اتفقت معهم اتفاق ادبي، والاتفاق الادبي ده اهم عندي من اي اتفاق تاني. انت عارف يعني ايه اتفاق ادبي؟ اه مش واخد بالي. وبعدين انا وعدتهم ان هفضل معاهم وكمل الفيلم زي ما يكون يوسف موجود الله يرحمه، حتى لو ما خدتش منهم ولا ملم من اجري. يا استاذ احمد كلنا عارفين مكانتك في السوق وبنحترم وجهة نظرك دي، لكن انت شايف يعني ان من العقل انك تقعد في البيت لغايه لما يشوفوا هم هيعملوا ايه؟ احنا كل اللي طالبينه انك تبتدي معانا فيلمنا الجديد، وهم لما يشوفوا تصريفه ابقى اكمل لهم فيلمه. انت الوحيده اللي عارفه اني ما اقدرش اعمل عملين في وقت واحد، لازم اكون مركز في عمل عشان ينجح. وبعدين الناس يقولوا عني ايه بعد يوسف ما مات الله يرحمه؟ تخليت عنه وشفت شغل تاني. فكر تاني يا أستاذ، السوق فيه مخرجين كتير يتمنوا الفرصة دي وبنص الأجر ده، لكن إحنا متمسكين بيك أنت. ولا أقولك روح شاورهم الأول وشوف هم ناويين على إيه، وبعد كده خد القرار اللي ريحك. أظن ده رأي كويس قوي، ولا أنت رأيك إيه يا سامية؟ فعلا قلت إيه يا أستاذ أحمد؟ ادوني فرصة كم يوم وبعدين أرد عليك. مفيش كم يوم يا أستاذ، بكرة بالليل الرد يبقى عندي، دي فرصة لينا كلنا. الفيلم كويس ومكتوب حلو، وانت اول واحد قلت كده، وانا هدفع كل تكاليف الانتاج اللي تطلعه بالصورة اللي ترضيك. اظن دي عملية بقى مش عايزة تفكير كتير. خلاص يا رشدي يومين وهرد عليك. عن اذنك. طيب اتفضل، مع السلامة. عن اذنك. ها تفتكر حيوافق؟ افتكر حيوافق، لانه مش هيعرف يعوض الفرصه دي، وخصوصا ان السوق نايم اليومين دول، والست اميره مش هتقدر تجمع فلوس الفيلم قبل شهرين، ده اذا قدرت. الف مبروك يا حسن، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. الله يبارك في حضرتك. المهم يعني امل عامله ايه دلوقتي؟ ابدا زي ما هي، قافله على نفسها الباب ورافضه تاكل خالص، دي الميه بتاخدها بالعافيه. طب يعني بعد اذنك يعني لو سمحتي لي ممكن ادخل اتكلم معاها كلمتين؟ يا خبر يا حسن، اتفضل يا ابني ده بيتك. بعد اذن حضرتك. اتفضل. كده برضو تزعلي ماما منك؟
زعلانه منك. قعدتك لوحدك ولا بتاكلي ولا بتشربي، مش دي برضه حاجات تزعل؟ انا عارف يا حبيبتي، عارف والله يا ابني كنت بتحبي عمك الاستاذ، بس يا حبيبتي دي حاجات مش بايديك. كلنا هنموت. انا مش عارف اقول لك ايه، بس الدنيا لازم تمشي وتستمر. كلنا كنا بنحب الاستاذ، انا عارف انك كنت بتحبيه زياده حبتين. حبيبتي مامتك دلوقتي محتاجة لك أكتر من الأول، ما هتلاقيهاش في الدنيا غير. لازم تحسي إنك كبرتي وتقدري تقفي جنبها وتاخدي بالك منها وتراعيها، مش كده برضه يا حبيبتي؟ اهدى يا سيد وخلينا نفكر بهدوء. مفيش فايدة يا أماني، أنا جيت له وعرضت عليه إن هو يسيبني في حالي، لكن مفيش فايدة، هو اللي رفض. ما تنساش ان بنته معاك، وهو عمره ما هينسالك دي ابدا، ده غير حاجات كتير قوي عملتها زمان. معلش، هو حر على اذنك. استنى بس، قولي رايح على فين وناوي تعمل ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا مخنوق، عايز امشي لوحدي في الشارع، عايز اشم هوا نضيف، مكسوف، مكسوف ارجع لداليا واقول لها اللي انا معرفتش اقنع ابوها. انا مش قادر المسها لحد دلوقتي، مراتي مش عارف المسها، مش قادر اقرب لها. حاسس انها مش بتاعتي. ايوه، وكمان بديها فرصه انها تراجع نفسها، يمكن تلاقي نفسها غلطانه، وساعتها انا بنفسي اللي هاخدها بايديا دول وارجعها لغايه باب بيتها ومعاها الدوسيه. داليا بتحبك يا سيد، وانا بحبها والله، ثلاثة بحبها، بس مش عارف، مش عارف اتصرف، مش عارف اعمل حاجة. سيد مش عايز فلوس تاني اماني، عاوزة تديني فلوس تاني، ما كفاية اللي اديتوني، عايزة تديني تاني. يعني يمكن داليا تكون نفسها في حاجة كده ولا كده، وانت عارف انها هي بنت عز، مش عايزك تأثر معاها. أصيلة متخافيش، انا معايا اللي يكفيني ويكفيها. وديت بنتي فين يا سيد؟ بنتك مراتي على سنة الله ورسوله يا باشا، وانا المسؤول عنها في الدنيا دي كلها. ضحكت عليها وغويتها زي ما عملت مع بنات كتير غيرها. مش وقت الكلام ده يا شريف. انت قول بنتي فين، وديتها فين لخلص عليك. دوس حسنات وخلص عليا، خد قرار ولو مرة واحدة في حياتك، بس انا عارف انك ضعيف، مش هتقدر تدوس حسنات. سلمت نفسك وبنتك لواحدة قعدت تبيع وتشتري فيكم، وفي الآخر انت الخسران. بنتك حبت واتجوزت وهات ربس كمان، ايوة وهتخرج إصلاحية، حبتني لأن لقيت فيا الحاجات اللي ما لقيتهاش فيك طول عمرها. تقدر دلوقتي يا باشا تاخد قرار، قدامك فرصة أخيرة، تروح لنهى وتقول لها انت طلقة بالتلاتة، ساعتها يمكن بنتك ترجع لك وتحبك وتحترمك من جديد. تكلب حقير 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 عشان
نفسك. اضرب اضرب يا باشا اضرب. اعقل يا شيف اعقل يا شيف، ابوس ايدك. ما تخافيش ما تخافيش يا اماني، مش هيقدر يدوس على الزنات. ابوس ايدك يا شريف، ما تكسرش قلب بنتك، ساعتها انت هتدخل السجن ونوها هتاخد كل حاجه. عشان خاطري عشان خاطري بلاش يا شريف بلاش. اضرب اضرب يا باشا اضرب. سنات لأنك ضعيف، مش عارف تاخد قرار. فكر في كل الكلام اللي قلته. هاتي اسمك يا باشا. يعني ايه يا أستاذ أحمد؟ هتتخلى عننا؟ أنا مش ممكن أتخلى عنكو أبدا يا أميرة، وأنت عارفة كده كويس. أنا كل اللي طالبه منك انك تساعديني عشان الفرصه دي ما تضيعش من ايدي. انا هبدا تصوير يوم السبت اللي جاي. ارجوك يا اميره اعقلي وفكري الاول هتعملي ايه. انت معاكي قرشين يا دوبك مشوكي اسبوع، وده مش كفايه عشان تاخدي الجزء الثاني من السلفه. ساعتها بقى هتقفي وتدفعي للممثلين اجور والعمال والفنيين، ده غير الخام والمعمل، ودي فلوس كتير انت مش هتقدري عليها دلوقتي. انا لازم اكمل الفيلم ان شاء الله، حتى ابيع كل حاجه عندي. أنا مستعدة أتدين ببقية المبلغ. أميرة إحنا بنتكلم في أكتر من 1,000,000 جنيه، هتدبريهم إزاي؟ مش عارفة يا أستاذ أحمد، بس لازم أكمل الفيلم. أنا معاكي، بس لازم نفكر بهدوء. في وديعة ب50,000 جنيه باسم أمل، كان عاملها الأستاذ يوسف، أنا هفكها. لا يا مؤمل، الوديعة دي حاجة للمستقبل، وإحنا مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل. واللي بعمله ده لمستقبل أمل والذكرى الأستاذ يوسف الله يرحمه. أنا هفكها من بكرة. حتى لو حضرتك فكتيها مش كفاية. طب قول لنا يا أستاذ أحمد نعمل إيه؟ أنا مش عارف دلوقتي، لكن على كل حال الأسبوع الجاي أنا هدخل فيلم رشدي، وهطلب منه نص أجري مرة واحدة على القرشين اللي معاكم، على المبلغ اللي هتدبروه. كده ممكن نصور اسبوع او اتنين ونحاول ناخده السلفة، وبكده نقدر نخلص الفيلم. ايوه بس ده هيبقى حمل كبير عليك قوي. تقوليش كده يا اميرة، انتي ما تعرفيش يوسف كان بالنسبة لي ايه. كان اكتر من اخ وصاحب فضل عليا، لولاه كنتش انا بقيت احمد عزة المخرج الكبير اللي الناس عارفاه. الله يرحمك يا يوسف. على العموم يا جماعة احنا نقدر نصور اسبوع لحد ما نفكر هنعمل ايه. انا اسف قوي يا داليا، ما كانش يجب اكلم باباكي بالاسلوب ده، بس انا حسيت ان هو في لحظة ممكن يرجع لصوابه. انا صعبان علي قوي بابا. انما انت قابلته فين؟ عند ناس هو بيثق فيهم. يثق في مين؟ بابا ملوش اي اصحاب، وحتى اصحابه اللي انا عارفاهم كلهم كانوا من زمان قوي، وقطع علاقته بيهم بعد ما اتجوز نهى. لا ما هو الناس اللي هو عنده بيقابلهم دول هو بيثق فيهم قوي وهم بيثقوا فيه جدا. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ ما فيش قدامي غير حل واحد، هسلم كل الاوراق اللي معايا للنيابه. لا امال مين؟ الورق ده لازم يتسلم للنيابه فورا. لا ما انا طلبت قبلك عشان كده. الورق ده لو اتسلم للنيابه انا هدخل السجن قبل شريف. الشغل اللي كانوا ناويين يعملوه اسم الشركتين والقروض اللي كانوا هياخدوها بضمان لنفس الاصول كانت هتضرني انا اول واحد. يعني انا كنت هدخل السجن كل ده وعايزني اسكت؟ احنا مش هنسكت. ولا ما كنتش اتصلت بيك، انا حسيت انك راجل مخيف ودغري، وعشان كده كان لازم انبهك قبل ما تحصل اي حاجه تضرك. المساله ما فيهاش فصال يا سيد، يا ابيض يا اسود. الحكايه دلوقتي أنا موقفي ومكانتي مش ممكن هتقبل إني أساوم عشان أي حاجة. وأنا ما طلبتش منك كده.
بس انا وانت نفكر في الموضوع ده بشكل جدي عشان يبقى موقفك سليم وانا كمان ما اضطرش. يعني ايه؟ يعني في واحد مهم قوي لو حكيت له على الموضوع ده اكيد هيقف معانا ويساعدنا، لانه الحكايه دي هو عارفها من الاول للاخر. مين ده؟ المقدم حسام نصار بتاع مباحث الاموال العامه. الراجل ده اللي جالي الشركه وحقق معايا، ده الكارت بتاعه. هطلبه قبل واعرض عليه الحكايه من طاقة لسلام عليكم، وانا راضي باللي هو يعمل. واذا احتجتك الاقيك ازاي؟ ده عنواني في اسكندريه، محدش يعرفه غيرك. لو احتجتني اتصل بيا اي وقت، وده رقم تليفوني. لو اتصلت بيا في اي وقت هنزلك حتى لو في مصر. اتفضل. مش عارف، انا مش مطمن. طب الموضوع دلوقتي في ايد الحكومه وموقفك سليم 100%. يعني لو انت اتسالت هتقول كل اللي تعرفه بصراحه؟ هحكي كل حاجه، هحكي من ساعه ما دخلت البيت ده لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. ده وعد شرف. انا بعمل الحكايه دي مخصوص عشان احس بحاجه واحده بس، ان كلمه الشرف دي ليها معنى كبير قوي عندي. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ انا شايف نقلها مستشفى احسن. حضرتك شاكك في حاجه يا دكتور؟ انا مش متاكد بالظبط، ولكن جسمها الضعيف ده محتاجين نغذيه بشويه محاليل عشان ما يحصلهاش جفاف والكلى ما تتاثرش، وكمان عايز اعملها شويه تحاليل. طيب ننقلها المستشفى امتى؟ في اسرع وقت، اللي لادي يكون احسن. خلاص يا دكتور، انا هنزل اجيب تاكسي حالا دلوقتي ونحصل حضرتك على المستشفى. تاكسي ايه؟ انا عربيتي تحت. ساعه واحده ونكون عند حضرتك. وهو كذلك. أنا كنت متأكد إن الحكاية فيها لعبة، بس ما كنتش متأكد إنهم هيحبكوها بالشكل ده. وحضرتك هتعمل إيه؟ سيد كان عنده حق، إحنا مش لازم نلفت نظرهم لينا لحد ما نشوف خطوتهم الجاية إيه، ساعتها نضرب ضربتنا ونقبض عليهم كلهم. المهم دلوقتي إن أنا لازم أقابل سيد وبأسرع وقت ممكن. طمني يا دكتور. طمني يا مدام، الحمد لله بقت احسن كتير واحنا عملنا اللازم. النبض اتحسن والضغط بقى كويس قوي. الحمد لله. اطمني بجد يا دكتور. اطمني، ان شاء الله تبقى كويسه وزي الفل. ان شاء الله. انت قريبهم مش كده؟ اكتر يا دكتور. انا الحقيقه طلبت ان انا اعيد التحاليل مره تانية وفي معمل تاني، انا مش مطمن للنتيجه، قلقاني شويه. يا دكتور خير في ايه؟ ما نسبقش الاحداث، احنا نستنى النتيجه تطلع وهقول لك على كل حاجه. عن إذنك. قلقان من بكرة، خايف من بكرة يبعدني عنك. أنا عمري ما هبعد عنك يا سيد. أيوة داليا، أنت في حاجات ما تعرفهاش عني. أنا ما حكيتلكش كل حاجة. أنا في حاجات عملتها، لو الحكومة عرفتها أنا ممكن أخد فيها أحكام. هستناك. يظهر الموضوع كان غلط، باباك كان عنده حق في كل الكلام اللي قاله. انا عمري ما هندم على حبي ليك ولا جوازي منك، الا اذا كنت انت بقى اللي هدم. انا خايف على حاجه واحده بس يا حبيبتي، لو سبتك هتبقي عايشه لوحدك في الدنيا. هيفضل لي جوزي، انا هفضل مستنيه وعارفة انه هيرجع لي تاني. نبتدي من الاول سوا، وبعدين انا اصلي بخاف انام كمان في الاوضه لوحدي. داليا طبعا هخش معاك الاوضه، بس بشرط هفرش على الارض وهنسيب الباب مفتوح. لا، هتنام جنبي على السرير. مش انت بقيت جوزي خلاص؟ ايوه حبيبتي، بس من فضلك يا داليا تعالي بس ناجل الموضوع ده شويه صغيرين، يمكن تجد في الامور امور ساعتها تبقى انت ما خسرتش حاجه. انا عمري ما اسيبك يا سيد، وبعدين انت بقيت جوزي قدام ربنا والناس كلها. وحضرتك يا دكتور شايف ايه؟ انا شايف ان في امل كبير، خصوصا ان امل سنها صغير والجراحه هتبقى مفيده جدا في حالتها دي. خلاص، اللي حضرتك تشوفه نعمله. أولاً لازم نعمل تحاليل ونشوف حد عشان نخاع الشوك يتوافق مع أمل،
وغالبا هتكون مامتها لانه عاده بيحصل توافق في الحالتين. انا متاكده طبعا ان والدتها مش هيكون عندها اي مانع لان ده طبعا في مصلحه بنتها. اكيد طبعا. الحاجه الثانيه بقى ان العمليه دي لازم تتعمل في الخارج مش هتنفع هنا لان عندهم اجهزه معينه للتعقيم وهي بتحتاج حاجه معينه اجهزه خاصه جدا للموضوع ده موجوده عندهم. طيب يا دكتور ودي تكلفتها هتكون قد ايه تقريبا يعني؟ انا ما اعرفش بالظبط لكن احنا هنبعت التقرير ديت لمعهد متخصص في واشنطن وهو هيرد علينا ويقول لنا على ميعاد الحجز والسفر امتى والتكاليف بتاعت العمليه كلها للمريضه وللمتبرع. يعني اكيد يعني الحاله دي مرت على حضرتك يعني يا دكتور وعرفت التكاليف كده بالتقريب يعني؟ هو شوف ما بين السفر والعمليه وفتره النقاهه ما بعد العمليه والعلاج تزيد عن ربع مليون جنيه. عن اذنكم انا عايزك تتصل بحسين وتطلب منه ميعاد انك تقابله وحاول تعرف منه هم ناويين يعملوا ايه. اكيد هم عملوا معاه اتفاق خصوصا بعد ما عرفوا منه انك اتصلت بيه. انا فندم تحت امرك بس تحب اقابله فين واكلمه امتى؟ الميعاد والمكان هبقى احددهم لك لما ابقى جاهز. انا دلوقتي عايز اعمل تحريات عن الشركتين. تعرف حد من الموظفين تثق فيه؟ يا فندم مفيش حد دلوقتي اقدر اثق فيه زي الاول. مفيش غير موظف جديد شغلته في شركه سيدكم يبقى اخو مرات الاستاذ حامد بس اعتقد الولد ده ممكن لو طلبت منه اي طلب هيحققه لي. مالي ايدك منه يعني هو ده الوحيد اللي انا واثق فيه دلوقتي. نجرب. خد دي بيانات عايزه يجمع عنها اكبر قدر من المعلومات بس حاول تفهمه انها ليك انت شخصيا ما تجيبش سيرتي في الموضوع ده خالص. تحت امرك يا فندم باذن الله هكلمه واجيب لك كل البيانات المطلوبه. شد حيلك يا سيد. متخافش يا فندم باذن الله خير ان شاء الله. صعب قوي انها تتحرم من جوزها ومن بنتها بنفس الطريقه. طبعا مش هنقول لها ولا حاجه المهم بس نجمع المبلغ ده باقصى سرعه علشان امل تعمل يعني العمليه. انا مش معايا غير جزء صغير من ميزانيه الفيلم حتى الجزء اللي معايا ده ما يكملش نص المبلغ اللي احنا عايزينه. استنى الاستاذ كان مديني كشف باسماء ناس كان عليها فلوس ليه قبل ما يموت منهم رجع عليه 50,000 جنيه. انا هروح اخدهم منه بس اذنك يعني انك تيجي معايا يعني عند رجع عشان طبعا اجي معاك بس انا كنت قايله للاستاذ احمد اني هصور معاه اسبوع قبل ما يبتدي تصوير الفيلم الجديد مع رجدي مش عارفه دلوقتي هقول له ايه. ولا يهمك احنا بس لو جمعنا الفلوس اللي في الكشف ده هيتبقى لنا مبلغ قليل قوي ممكن يعني كده ناخد جزء من الوديعه اللي سايبها الاستاذ لامل في البنك. لا وديعه امل لا يا حسن الوديعه دي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن يتسندوا عليها ضد الزمن محدش عارف الزمن مخبي لهم ايه. المهم دلوقتي نبتدي بروجت يلا بينا. يلا بينا اتفضلي حضرتك. الو ايوه صباح النور موجود يا فندم. نقول له مين تليفون على الشارع كده واحد بيقول انه قريبك. الو ايوه انا مين؟ انا سيد ايهاب. ايوه اسمع اللي هقولك عليه انت الشخص الوحيد اللي فكرت فيه عشان يساعدني. ايهاب انا عندي شويه مشاكل ماليه مع الشركه بتوعي. ايوه ومحتاج شويه بيانات محدش يعرف يجيبها غيرك هتقدر؟ برافو عليك. لا انا هقابلك بكره. وانا تحت امر حضرتك يا فندم وان شاء الله طلب حضرتك هيبقى جاهز في اسرع وقت. خلاص خلاص يا فندم مستني تليفون حضرتك. مع السلامه. انت عارف بقى مشاكل القرايب. الله يرحمه ما طالبنيش بالمبلغ ده وهو عايش كان عنده نظر لانه عارف انه خسرنا قده مرتين ثلاثه بسبب التوقفات والاعادات الكتير. استاذ رشدي احنا في ظروف جدت علينا هتخلينا محتاجين نجمع كل قرش ليوسف بره فياريت تدينا المبلغ ده. ظروف ايه بقى ان شاء الله خير؟ ظروف خاصه جدا افضل اني احتفظ بيها لنفسي. انا كمان عندي ظروف خاصه جدا ودلوقتي ما اقدرش ادفع ولا مليم. ارجوك يا استاذ رشدي
احنا محتاجين المبلغ ده باسرع وقت. انا كمان داخل فيلم كبير ومحتاج كل قرش معايا، وما اقدرش دلوقتي اسدد ولا مليم. لما اخلص تصوير الفيلم واسلم نسخه العمل ابقى ارجع لكم المبلغ على اقساط 5 في 10. قلت ايه؟ مش هينفع. طيب اديني حتى نص المبلغ دلوقتي وخلي النص التاني لما تخلص تصوير. ده يظهر انه ظرف مهم قوي قوي، مش كده؟ قوي قوي يا استاذ رشدي. مش هو برضو الفيلم بتاعكو؟ ايوه هو. طيب انا عندي حل هيريحك، وساعتها اقدر ادفع لك المبلغ اللي انت عايزاه. حل ايه ده؟ اشيل العمليه كلها، اخد الفيلم واكمله ويبقى بتاعي انا، وادفع لكم كل تكاليف الانتاج اللي دفعتوها وفوقها قرشين، ده زائد ال50,000 جنيه بتوع المرحوم. قلت ايه؟ لا يا استاذ رشدي، مش هبيع اخر شغل عمله يوسف ولو بمليون جنيه. على قولك انا مستعد ادفع المليون جنيه. ها قلت ايه؟ ايه رايك يا حسن؟ لا يا رشدي، احنا بقى مش موافقين. احنا مين يا ابني؟ وبعدين ايه رشدي دي؟ انا يتقال لي الاستاذ رشدي. انت بتاخد رايي ولا ايه؟ احنا ناخد بقى العقد ونطلع على النقابه وهي اللي تتصرف وتجيب لنا حقنا. ما انتوا عندكم الحل اهو. امال جايين لي ليه؟ روحوا النقابه وانا كمان هقول لهم عندي ظروف صعبه، واعرض عليهم طريقه الدفع اللي قلت لكم عليها. يا استاذ رشدي احنا مش هنعمل كده. ما الاستاذ هو اللي اختار، اما اشوفه بقى هيقدر يعمل ايه. اسمعي كلامي يا اميره، وسيبك من لعبه الانتاج دي، انت مش قدها، سيبيها للناس اللي بتفهم فيها، وخد الفلوس وريح دماغك وفك زنقتك. يلا بينا يا حسن، واضح انه ما فيش فايده. لا معلش اتفضلي انت، انا افتكرت مشوار لازم اعمله بسرعه يعني. طب تعالى بس اوصلك يا حسن. حسن ايه اللي جابك؟ عاوز ايه؟ معلش يا ساميه استحمليني، بس ما عادش حد قدامي تاني علشان يساعدني غيري. نعم؟ أساعدك؟ أساعدك بإيه بقى إن شاء الله؟ تكونش عاوز فلوس؟ بالظبط كده، أنا فعلاً عاوز فلوس. هما طردوك بعد المرحوم ما مات ولا إيه؟ على العموم أنا ممكن أكلم رشدي يشغلك معانا، أهو تبقى معاه في المكتب وتسأله العربية، وهخليه كمان يديلك مرتب حلو. انا مش جاي طالب وظيفه ولا جاي طالب حسنه. الله الله الله، مالك محموق قوي كده ليه؟ مش انت اللي بتقول محتاج فلوس؟ محتاج فلوس الاستاذ يوسف، بقيه اجره اللي عندكم. طب ما اتكلم رشدي، انا مالي ومال الحاجات دي. رحت وكلمته ورفض. والله بقى هو اضرب شغله. بليز طلعني انا من المواضيع دي كلها. اسامي ارجوك أرجوك كلميه، الجماعة محتاجين الفلوس دي في حاجة مهمة قوي. هم عينوك وصي عليهم بعد المرحوم؟ من فضلك مش ناقصة تريقة، هتساعديني ولا؟ ما كانش يتعز، وبعدين ما تبقاش تيجي هنا مرة تانية، لما تبقى عاوز حاجة وابقى روح المكتب. بصراحة أنا دلوقتي ست متجوزة وست معروفة، وسمعتي طبعا تهمني، ومش كل من هب ودب عاوز مساعدة يجي يخبط على بابي. الناس تقول عليا ايه؟ لا والله خايفة على سمعتك. ها طب انا بقى هخلي سمعتك على كل لسان، هروح كل الجرايد والمجلات وهاخد لهم الصور، صور فرحنا وقسيمة الجواز والطلاق وصورنا في بيتنا القديم،
علشان يعرفوا النجمة بتاعتهم، النجمة كانت مين ومتجوزة مين. اوعى تعمل كده، انت اتجننت. انت اللي دفعتيني لده. اللي ما جاش بقى بالذوق يجي بقلة الذوق. ومعلش بقى، البندرة زادت وهديكي يومين علشان تحضريهم، 50,000 بتوع الأستاذ و50,000 يخصوني تمن الصور والورق اللي عندي. انت اللي أرغمتيني، وبعدها مش هتشوفي وشي لأني مش عايز أشوف وشك. ياه، عمري ما كنت أصدق أن أنا ممكن أكلم حد بالشكل ده وأهدده بالشكل ده، بس الظاهر هو ده الحل الوحيد. يومين يا بنتي.